فيديو النهارده هقولك على 3 مهارات فعالين وهيساعدوك انك تعدي من الخصم بكل سهوله وتقدر تستخدمهم في اي مكان في الملعب، وهمشي معاك خطوه بخطوه، وهيكون معانا واحد من اليوتيوبر الكبار في كره القدم. تابع معانا الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عمر شلتوت من قناه ليرن فوتبول. وعمر بنعمل فيديوهات تعليم مهارات كره القدم، كره شارع وكباري، كره قدم استعراضيه او فري ستايل فوتبول، وبنعمل تحديات وفي جوائز. ولو لسه ما اشتركتش في اخر مسابقه سيب لك لينك فيديو الاشتراك في وصف الفيديو. فيديو النهارده هيكون معانا العالمي كريم ايمن من قناه كريم ايمن A11. هتلاقوا على قناته فيديوهات جميله جدا زي تمارين كره قدم فرديه، وهتلاقوا اساسيات المراكز. هسيب لكم لينك القناه في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت. خلاص اتفرجوا على الفيديوهات وما تنسوش تعملوا اشتراك. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. وتنبيه، في فيديو تاني عملته مع كريم ايمن على قناته عن 5 تدريبات احترافيه لتطوير مهاره التمرير او الباسنج، فبعد ما تخلص الفيديو ده ادخل اتفرج عليه هيعجبك، وهسيب لك اللينك في وصف الفيديو. المهاره الاولى مهاره سي ار 7 تشوب، مهاره كريستيانو تقريبا بيستخدمها في كل ماتشاته. الخطوات، الخطوة الأولى لو الكرة كانت ثابتة هتحركها قدامك بالشكل ده. الخطوة الثانية هتنط تلاتة صغيرة بقدمك الضعيفة، وقبل ما قدمك الضعيفة تنزل على الأرض هتخبط الكرة بجانب قدمك القوية. امتى بقى تعمل المهاره دي؟ احسن وقت تستخدم فيه المهاره لما يكون الخصم جاي من وراك مندفع، او الخصم واقف جنبك فانت بتغير اتجاهك بسرعه بالشكل ده. ندخل بقى على المهاره الثانيه وبتكون بالشكل ده. المهارة الثالثة وبتكون بالشكل ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، وتقدر تتفرج على الفيديوهات السابقه من هنا. ولو عايز تتعلم مهاره معينه عرفني تحت في التعليقات. كان معاكم عمر شلتوت وكريم ايمن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اشوفكم في فيديو الاثنين القادم الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.